السلام عليكم، معاكم محمد الديب. ان شاء الله النهاردة من كوباية نشا، مكونات موجودة في اي بيت هنعمل حاجة حلوة قوي، بنجيبها غالية قوي من برا. معانا اول حاجة كوبايتين مية على النار، هننزل عليهم بكوبايتين سكر ونفضل نقلب في السكر لحد ما يختفى تماما على نار هادية. في الاول بمعلقة بقى هنفضل نقلب فيه لحد ما يختفى، كل ده على نار هادية في الأول. وقت ما نلاقيه اختفى معانا هنقوم معليين النار لحد ما يغلي، وهنقوم حاطين عليه ايه كوباية نشا مدوبينها بكوباية مية ومية ساقعة عشان نتأكد ان ما يبقاش فيه اي تكتلات. طبعا يا جماعة اختفى خالص اهو، ما عادش فيها الا رواسب بسيطة خالص عادي، ما فيش منها اي ضرر. هنبدأ بقى يا جماعة نعلي النار، طبعا كل ده في العين المتوسطة. طبعا بدأ يغلي اهو يا جماعة، هننزل بكوباية النشا المذابة في كوباية مية، تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنلاقيه يا جماعة يلم معانا على طول، واحنا طبعا بمعلقة خشب وقاعدين نقلب. المعلقة الخشب اسهل من المضرب عشان ما تتعبيش ايدك، لانها تفضل تقلب شوية. هنفضل نقلب فيه لحد ما نوصل للقوام المطلوب. وإيدك على طول فيه، بص بيبدأ أهو يلم معاك ويتقل في إيدك. شوفوا بعد ما لم يا جماعة عامل إزاي معايا، هو ده اللي مطلوب. وإيدك طبعا شغالة فيه. هننزل بكوبايتين سكر، نص نص، نص كوباية بنص كوباية، نحط كل قد ايه. كل ما نقلب ونلاقي السكر اختفى، وطبعا النار بقى هدت خالص لهادي عشان الطروف ما تتحرقش، ونفضل على اللون اللي هو الزيتوني ده ما يتغيرش، اللي هو اللون الزيتوني ده، تمام. بدنا تفضل نقلب فيه لحد ما نلاقي الدفعة الاولى اختفت، ننزل بالدفعة التانية. طبعا الدفعة الأولى اختفت اهي، هننزل بالدفعة التانية ونفضل برضو نقلب اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اخلص بقى الكمية وارجع لكم. بعد ما خلصت بقيت الكمية هنحط ربع معلقة صغيرة ملح ليمون، مش موجود ملح ليمون، عصير نص ليمون عادي مفيش أي مشاكل، ومعلقة صغيرة مية ورد. عندك مية ورد حطي منها، عايزة تزودي زود براحتك، تمام. عندك أي أصنص مثلا، عصير برتقال، كلام من ده، أي نكهة عندك، ريحة موز، أي حاجة براحتك عادي، تمام اللي موجود. وتفضل تقلبي فيه زي ما انت شايفة كده، تمام. ايدك ماشية فيها على طول، انما لو بمضرب هتلاقيه الخليط تقيل على ايدك وايدك هتوجعك على طول. وحتى شوفهم الطروف ما حصلهاش اي حاجة، واللي على الطروف ده يا جماعة مش سكر، اللي على الطروف ده من اثار القلبان بتاعة الخليط اللي احنا بنعمله. طبعا يا جماعة بعد ما قلبت في ربع ساعة نزلت بمكسرات ده فستق، لو عندك اي مكسرات حطها سلامة، ما تحطهاش مطحونة، تكون مجروشة بس، تمام. عندك فول سودانا حمصوه حطيه، ما عندكش خالص مش مهم. تفضل تقلبي فيه تمام لحد ما نوصل للقوام المطلوب عشان تتأكد من تماسك الخليط. وايدك فيه باستمرار اكنك عادي بتعمل بشاميل، يعني مش هتتعب ولا حاجة.
طبعا يا جماعة هو ده القوام المطلوب. بصتم كده بيكون عامل منقار وبينزل ببطء كده. بصتم هو ده القوام المطلوب، بيكون عامل كده منقار وبينزل. تمام، هو ده. هنبدأ بقى يا جماعة نكون مجهزين ورق استريتش، ونتأكد ان ورق الاستريتش مش ورق نوعه مش كويس. نحط عليه يعني بالمعلقة كده نقطة صغيرة اللي انها ساح الاستريتش ساح، نهدى شوية لما الخليط يسيح. طبعا يا جماعة في كيس استريتش بنحط الخليط عادي، الاستريتش بتاعي نوعه كويس. تمام، بنحط جزء صغير، لو حطينا كبير هيطلع من الناحية التانية. تمام، وكده فاحنا نتجنب ذلك يعني، ونبدأ نبرم بإيدنا. تمام، على شكل رول كده. هبدأ أعمل التاني برضو، لأن أنا بصور لوحدي معلش يا جماعة مش هعرف يعني ألف قدامكم. كل الناس عارفة لف الرول إزاي، فبالتالي يعني الحاجة ده غنية عن التعريف يعني. لفات الاتنين اهمت يا جماعة، بنسيبهم في التلاجة 4 ساعات. تمام، مستعجل عليهم حطهم في الفريزر شوية، وقطع منهم للأولاد عادي مفيش منهم أي مشاكل. واتبعي المقادير مظبوطة، وانا هكتبها بإذن الله في صندوق الوصف تحت الفيديو، وتعمل لهم حاجة حلوة. ممكن يا جماعة تعملوا بالطريقة دي، تحشوها الكحك والحاجات دي، وهتديلكم نتيجة احسن من الملبن اللي انتوا بتجيبوه من بره، لانه هيكون كريمي معاكم احسن منه ومش هينشف في الحاجة. من كوباية نشا، والسكر كده كده موجود يعني في البيت المتاح عادي، والمحلات الحلواني بتعمله كده، ما بتجيبش ملبن من بره. طبعا يا جماعة بعد ما سبته انا ساعتين عشان مستعجل على الحلقة. بصوا، لان انا بصور لوحدي انتوا عارفين. بصوا طلع متماسك ما شاء الله، ما فيش فيه اي حاجة، ولا سايب ولا مقطع ولا اي حاجة. طلع الرول زي ما هو كان مربوط بالظبط وطري جدا. تمام، انت سبيه 4 ساعات. تمام، بصوا اهو. بنبدأ نديله يا جماعة رشة النشا من فوق ومن تحت، عشان ايه ما نلاقوش لزق وكده اهو. بنديله رشة نشا من فوق ومن تحت، شوفوا حتى لونه جميل ازاي. نديله رشة نشا من فوق ومن تحت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب.